السلام عليكم. تحركات إماراتية في المحافظات الجنوبية، حيث تقول المؤشرات إن التعزيز الأمني للإمارات عبر تشكيل أحلاف سياسية وشعبية يمضي بالتوازي مع التعزيزات الأمنية والعسكرية للإمارات من قبل الموالين لها واستلامها إدارة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية وصولا إلى ميناء المخا غرب تعز. تقارير تذهب إلى أن الإمارات أصبحت تملك معظم الدور العسكري واللوجستي، فهل ما يحدث يمضي باتفاق وتنسيق مع قوات التحالف العربي وتحديدا المملكة العربية السعودية؟ وهل الحكومة الشرعية على اطلاع على ما يحدث في المحافظات الجنوبية وتحت سلطتها؟ أم أن الأمور خرجت عن السيطرة؟ أم أن أبو ظبي تمضي بدور منفرد رغم إرادة الجميع؟ وإن كان كذلك، فما مخاطر ذلك على استقرار البلاد وعملية استكمال التحرير؟ وماذا عن الاستضافة الدائمة والرعاية لقادة الحراك الجنوبي الداعين للانفصال وتعطيل تقدم التحالف ومساندته لتحرير تعز؟ هل حقا تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق نفوذ قوي ودعوات الانفصال لإخضاع الجنوب وبالتالي إصابة موقعه الحيوي بالشلل؟ مشاهدينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نحاول أن نجيب عليها في حلقة الليلة من المساء اليمني مع ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور. أهلا بك معنا. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في سبتمبر 2016 رفضت قوات تابعة للإمارات السماح بتصدير شحنة نفطية عبر ميناء الضبة النفطي. كان ذلك ردا حاسما لموقف أبو ظبي من قرار الرئيس هادي باستئناف إنتاج النفط. لا تزال التحركات الإماراتية في المحافظات الجنوبية مثار تساؤلات كثيرة ولا إجابات. فمنذ وصول أول دفعة من القوات الإماراتية إلى مدينة عدن أواخر مايو 2015، سعت هذه القوات لفرض سيطرتها على محافظات عدن ولحج وحضرموت وسقطرى وأخيرا شبوة، حيث حلت قوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات محل قوات من الجيش الوطني تحت غطاء الحرب على الإرهاب لتسيطر على أنابيب النفط والغاز ومواقع الشركات النفطية في المدينة. الحضور الإماراتي في الملف الجنوبي لم يعد خافيا، والحديث عن تباينات مصالح أبو ظبي وأهداف التحالف المعلنة بات لا يخفى على أحد. في المحافظات الجنوبية تلتقي الخيوط العسكرية والسياسية والاقتصادية بيد أبو ظبي. المشهد الأخير كان لقاء شعبيا مع شيوخ وشخصيات اجتماعية من الضالع ويافع وردفان، غاب عنه أي حضور للسلطة المحلية أو الدولة، واعتبره مراقبون خطوة للإمارات في سياق توسيع شبكاتها السياسية عبر حواضن اجتماعية. الدور الإماراتي يحضر عبر السيطرة على المنافذ الحيوية من موانئ وسواحل ومطارات وجزر، بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية وتأسيس معسكرات وميليشيات خارج إطار الشرعية، ناهيك عن المعتقلات التي أعلنت عنها عدد من تقارير المنظمات الحقوقية، منها منظمة سام والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها. دعوات الانفصال هي الورقة الرابحة في معركة السيطرة الإماراتية، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل تتم تلك التحركات غير المفهومة برضا التحالف والشرعية، أم أنه على أرضنا يستنسر البغاث؟ إذن دكتور، من خلال ما تابعنا يعني في التقرير وأيضا ما ورد في الأخبار، ليست المسألة فقط عسكرية، هناك أيضا تحركات على المستوى الاجتماعي. ما حدث اليوم من اجتماع المندوب الإماراتي في اليمن مع مشايخ وقبائل والوجهات في الجنوب في ظل غياب رسمي تام عن المشهد، كيف تفسر هذه التحركات؟ إذا تحدثنا بشكل موضوعي، نحن أمام دولة تمارس نفس الدور البريطاني حتى من حيث مسمى المناطق الجنوبية بالجنوب العربي، وهذه مسميات تعود إلى المرحلة الاستعمارية البريطانية التي كانت تحاول أن تتنصل من مفردة الجنوب اليمني. وبالتالي عندما تأتي دولة، ونحن كنا نتحدث من هنا وكنا ندافع عن التحالف العربي بما فيها المملكة العربية السعودية التي أعتبرها شريك فيما
تقوم به الإمارات العربية المتحدة. نحن نتعامل مع المملكة العربية السعودية، وهذا الصمت يجعلنا نتعامل معها بشكل متساوي مع تقوم به الإمارات. الإمارات تقوم جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة لاستعادة السلطة والجغرافية، ولكنها تقوم الآن بإضعاف السلطة الشرعية والسيطرة على المناطق الجنوبية من خلال السيطرة على الممرات الاستراتيجية، من حيث تكوين جيش وجماعات عسكرية غير الجيش الوطني التابع لرئيس الجمهورية، خلق شبكات اجتماعية داعمة، دعم شخصيات، دعم الحراك الجنوبي، ضرب الجماعات أحد المكونات اليمنية وهي الجماعات الإسلام بواسطة السلفية، وكان في السابق حاولوا ضرب الأخوان بواسطة الحوثيين. نحن أمام دولة حاولنا أن نستوعب وندافع عنها في فترات سابقة، وكنا نعتقد أننا في جبهة واحدة من أجل استعادة الجغرافيا. نحن أمام تقويض للدولة اليمنية، نحن أمام معارك توقفت عند خط 90 لإيجاد دولة من شطرين وفقا لمخطط ما، لأن لماذا توقفت؟ نحن أمام دولة تريد وأد المشروع الوطني بحصار مدينة تعز وعدم رفع الحصار عنها منذ 3 سنوات، بالرغم أن هناك قدرة على ذلك، بحيث أن القوات العسكرية توقفت عن خط 90. نحن الآن أمام وجود في منطقة الساحل الغربي اليمني بهدف أيضا عزل المدينة من الداخل وإيجاد حزام أمني ومحاولة إيجاد شبكات اجتماعية في الساحل الغربي للسيطرة، وهي وكيل محلي وكيل إقليمي لمشروع دولي أنها ستسيطر على الممرات الدولية، كما أنها تنسق مع المخلوع صالح وتقديم معلومات لوجستية حول الجماعات الإرهابية للأمريكان، وبالتالي هي تقوم بهذا الدور. هي تستضيف نقل المخلوع واستثماراته والأموال المنهوبة من اليمن في الإمارات العربية المتحدة. الذي يكون معك في جبهة واحدة عليه أن يقوم بتأميم الأموال واسترجاعها باليمن لإعادة عجلة التنمية. نحن أمام منع رئيس الجمهورية من العودة، السيطرة على المطارات اليمنية، السيطرة على الجزر اليمنية وتحديدا جزيرة سقطرة التي أنا أعتبرها من أهم الجزر، ونحن قد قلنا وتحدثنا في أكثر من مقابلة أن جزيرة سقطرة هم حاولوا قد وقعت اتفاقية في فترة سابقة استثمارية، لكن هذه الجزيرة تعتبر وفقا للعقيدة الأمريكية الذي يسيطر عليها يسيطر على كل بحار العالم، والذي يسيطر عليه نقطة فاصلة بين باب المندب والمحيط الهندي، وبالتالي هم سيسيطرون عليها استثماريا، ولكن عسكريا ربما ستكون ستسلم للقوى الدولية. نحن أمام يعني دكتور، يعني من خلال كلامك هناك سيطرة ليست فقط سياسية، عسكرية، اقتصادية واجتماعية أيضا. الذي يهمني هنا القول وبشكل واضح، لا يمكن أن يعني نحن نتحدث بوضوح ولا علاقة لموقفنا بما يحدث في الخليج العربي من صراع أو من رغم أننا نتفهم ذلك ونحن نقف مع الحق ونجد أن هنالك ليس مجالنا هنا، لكن بعيدا عن هذا الصراع وحتى لا يقول نحن نتموضع ضد طرف، نحن أمام دولة تحاول أن تقوض السلطة الشرعية وتقوض المشروع الوطني اليمني لصالح مشروع إماراتي سعودي وحمل، لأن نحن كنا نخجل ونقول السعودية هل هي موافقة مش موافقة، هذا طرف رئيسي في التحالف، المملكة العربية السعودية هي في مقدمة دول التحالف، هذا الصمت يعني الموافقة، هذا عدم التوضيح والإعلان يعني الموافقة. هي تشاهد سلمت المناطق الجنوبية إلى الإمارات، الإمارات الآن تحاول تعيد الحقل السياسي اليمني وفقا لسلفيين وأخوان وناصريين واشتراكيين وقبائل تسيطر. دور أنا كنت أطلع قبل يومين عن ما قامت به بريطانيا في المناطق الجنوبية، نحن أمام نفس السياسة في العلاقة، إحياء السلاطين، العلاقة مع الجماعات القبلية، خلق تحالفات، تمويل المال. ليس هنالك بلد يحاول أن يقنعنا أنه جاء لإنقاذ الشعب اليمني وهو يضعف السلطة الشرعية وهو يقيم حزام أمني ونخبة حضرمية وقوات في مهرة وإلى آخره. نحن مع دولة شبوانية. نحن نطالب السلطة الشرعية حتى لو ندفع الثمن، نحن لا نقبل هذا التعامل المتعالي. هناك حتى في اللقاءات لا يحترمون السيادة اليمنية، لا يوجد علم يمني، ترفع صور، نحن لسنا ضد أن يكون هذا، لكن هناك يعني بالنسبة لهذه الصور هناك من يقول أن هذا مقر القيادة، نعم هذه يعني هذا أنت حتى لو كان مقر القيادات، هذا مقر القيادات، هذه الصور تعلق في الإمارات العربية المتحدة في بلدنا،
وهو أنت تسعى لاستعادة السلطة، عليك أن تعزز العلم الوطني وتعزز سيادة الدولة. عندما نحن نستعيد دولة علينا أن نعزز من العلم الوطني، نعزز من صور رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، حتى لو تنازلت دول التحالف عن هذا الكليشة الصورية. نحن أمام رسائل واضحة، نحن أمام احتلال كامل، وبالتالي ونقولها ونكررها بموافقة المملكة العربية السعودية التي نحن دافعنا عنها في فترات سابقة. لكن شعبنا اليمني يموت بالكوليرا، هم يتحدثون، حاولوا أن يخففوا من هذا الضغط على الشعب اليمني من خلال مركز الأمير الملك سلمان بالدعم، هذا الدعم الذي يتحدثون عنها بالمليارات لا يصل إلى المواطنين، لم يجدوا مناطق آمنة. نحن سألناهم في فترة سابقة وقلنا لماذا تحاصرون تعز كل هذه الفترة، لماذا تمدون مدينة تعز وهي الحامل الوطني للدولة الوطنية بالسلاح وبالغذاء وتفك الحصار؟ لماذا هم يعيدون يريدون أن استنزاف الجماعات اليمنية حتى يذهبون للتسوية؟ يقومون بمشاورات مع الحوثيين، بمشاورات مع المخلوع صالح، بهدف المعارك توقفت عند تخوم صنعاء، المعارك توقفت في خطوة 90، الساحل الغربي توقف، يبحثون عن مخرج في الحديدة للطرف الثالث. ما معنى طرف ثالث؟ طرف ثالث ماذا يعني؟ يعني أن السلطة الشرعية مثلها مثل الحوثيين. لا. يعني السلطة الشرعية مثلها مثل المخلوع، وليس مثلها مثل المخلوع على المستوى النظري، لكن على المستوى الواقعي أنت قد قمت بإضعافها. ونحن نتحدث عن مشروع بحاح، والآن يتحدثون عن مشروع بن دغري أنه بديل، والآن رئيس الوزراء يتحرك لامتصاص وتجميل صورة الإمارات تحت حماية الإمارات. نحن هم يسمحون له بالذهاب للمخا، هم يسمحون له بالاستبقاء. محافظ عدن ظل في لا يدخل مركز المحافظة ولا السكن إلا بعد أن تحدث. محافظ عدن تحدث وأعطى إشارات عما تقوم به. كل هذه العمليات هي فيمكن أن نفهمها. نحن نقول للإمارات العربية المتحدة، نحن الآن لم نعد نصطف معك، لم نعد نصطف معك، نحن أنت الآن أصبحت ستتحولين تدريجيا إلى خصم للشعب اليمني، أنت تقوضي المشروع الوطني، أنتم الآن تهددوا الوحدة اليمنية والاستقرار في اليمن من خلال يعتقدون وحتى الآن يحاولون أن تهيمن الضالع على عدن، وبالتالي سيحيون الصراع بين أبين والضالع في إطار 86 وهذا الصراعات. هذا كلام، هذا يلعب في النار. الشعب اليمني منذ الدولة الحديثة لديه من التراكم الوطني والثارات، وبالتالي هم يعتقدوا أن هذا قطع الشطرنج، والمستشارين يتحدثون أننا سنقوم بهيمنة الضالع ومن ثم سنحصر مدينة تعز. مدينة تعز ستصنف كدواعش، ومن هنا سيتواجه الحوثيين والدواعش ويتم استنزافهم. بالأثناء هذه يتم إعلان فك ارتباط المناطق الجنوبية، ثم يأتي نجد المخلوع كمخلص. هذه نظرية كردستان نحن نستوعبها، لم تتوافقوا علينا ولا تمارسوا علينا هذا التوافق. التفوق، هناك يمنيين يفهمون ماذا تخططون، هذا المشروع سينقلب عليهم، وإذا تفجر الحقل اليمني سيمتد إلى المملكة العربية السعودية، وهناك من يدفعون. وهذا السلوك يدفع كثير من اليمنيين للاصطفاف مع الحوثي، يدفع كثير من اليمنيين للاصطفاف مع صالح، وبالتالي هؤلاء لا يدعمون سلطة شرعية، هؤلاء يقوضون الدولة. دعنا نطلع أكثر على الوضع في الجنوب البلاد عن طريق الصحفي عبد الرقيب الهدياني من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا كافية. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أود أن أسألك، يعني كيف تقيم تحركات الإمارات السياسية والعسكرية والاجتماعية أيضا في الجنوب؟ يا بداية التحية لك يا آسيا وللدكتور الكريم ولمشاهدي قناتكم. مجمل الصورة الواضحة التي يمكن أن نلخصها من المشهد للتحركات الإمارات سواء في الجانب السياسي أو العسكري أو الأمني أو الاجتماعي، إجمالا لم تعد منسجمة مع الهدف العام، الهدف الرئيسي الذي جاءت من أجله يفتح، وهو حماية وهو دعم الشرعية وإعادة الشرعية إلى اليمن. صارت اليوم تعمل في مسار آخر، صارت اليوم تتحرك في مجال آخر يتناقض كلية مع الهدف الذي جاءت من أجله. عندما نرى الإمارات وهي اليوم تحول عدن إلى هذه الكنتونات، إلى هذه الميليشيات، يعني تم تحرير عدن من الانقلابيين ليحل محلهم
أكثر من 18 ميليشيا غير منظمة، عدم موزع إلى كنتونات. اليوم يعني قامت بتأهيل وإعداد أجهزة أمنية وعسكرية ليس لها علاقة بالسلطة ولا تأتمر بالسلطة الشرعية ولا تعترف بالسلطة الشرعية، وتعمل انتهاكات. اليوم لدينا في عدن وفي حضرموت في محافظة الجنوب ما يقرب من 18 سجن تديرها الإمارات، فيها أكثر من 2000 معتقل من أبناء اليمن، من أبناء المحافظة الجنوبية. هناك صنوف من التعذيب تتم لهؤلاء، يعني تعذيب مروع، بعضهم قتل تحت هذا التعذيب ودفنوا وأخفوا بطريقة يعني لا نعلم بها. هناك احتجاجات ينظمها الأهالي في عدن أمام مقر القوات الإماراتية للمطالبة بمعرفة أبنائهم، المطالبة بمعرفة أي سويهم، السماح بزيارتهم، المطالبة بالدفاع عنهم. يتعرضون للقهر من قبل القوات الإماراتية حتى لمنعهم من هذه الحقوق الأصيلة. المهجر اليوم في عدن عملت الإمارات على تشكيل مكونات سياسية تعمل صراحة في مواجهة الحكومة الشرعية كالمجلس الانتقالي، وترعى وتحرك قياداته، والآن تقوم بتنشيطه على أرض الواقع. اليوم تقوم الإمارات عملية فرز خطير داخل الجنوب. اليوم تستقبل المشائخ من قبل من 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 الطالع ومن يافع ومن لاحج مقابل انتهاكات تجرى هناك في أبيان وفي شبوة. اعتقال نساء بالأمس، تم اعتقال أفراد مواطنين وأطفالهم بالطيران الإماراتي. عملية تشجيع هنا وإدراج في الطرف الآخر، إحياء كما قال الدكتور لتلك الأوراق المناطقية التي العريقة في الجنوب تحاول أن تستغلها وتصنع لنا مشاكل كثيرة. اليوم الوضع مخيف، ما تقوم به الإمارات لم يعد مقبولا، ولا بد من تحرك. كان صوت محافظ عدن المفلحي كان شجاعا، كان عند ذكرك لمحافظ عدن المفلحي استاذ عبد الرقيب، يعني نحن سمعنا الخطاب وسمعنا المفلحي وهو يطالب الامارات بالتعامل مع الحكومه كشريك وليس كتابع. يعني من خلال حديثك ومن خلال طبعا اشارات الاستاذ المفلحي، يعني واضح ما تصنعه الامارات بالسلطه الشرعيه وارادتها لتحويل إلى تابع لها. ما الذي تريده الإمارات بالضبط؟ إلى ماذا تريد أن تصل؟ كلمات المحافظ المفلحي كانت طافحة بالألم، كانت طافحة بعدم الرضا حلكين من ممارسات الإمارات. اليوم نحن في الشهر الرابع ولا زال مكتب المحافظ محتجزا من قبل جنود وأفراد وميليشيا محسوبة على الإمارات، سكنه لا زال محتجز. بالتالي تحدث المحافظ صراحة عن 5 سيناريوهات كانت الإمارات تعدها في عدن، 8 سيناريوهات، منها منع المحافظ من العمل، منعه من الوصول إلى عمله، محاولة الضغط عليه للاستقالة، تحدث عن محاولة اغتياله 4 مرات، تحدث عن محاولة نشر الفوضى في عدن عن طريق ضرب الخدمات. هنا تحول عدنا إلى عدن ذكريات كلفوت في مأرب، وصارت الكهرباء وخطوط الكهرباء تتعرض للخبطات الحديد، الإغراق إغراق عدن بالفوضى الأهلية مثل نهب البنك الأهلي ومحاولة السطو وسرقة محل الذهب، تشجيع الجماعة السطو المسلح. سيناريوهات كثيرة تحاول بها عدن، تحاول بها الإمارات عدن تحرك العاصمة المؤقتة للجمهور اليمنية. وبالتالي بل وصل الأمر إلى مواجهة الحرس الرئاسي وضربه بالطيران عندما أصدر الرئيس حرب منصور هادي قرارا بتغيير مدير المطار. الإمارات تحرك فقط القاعدة. اليوم مدير أمن لاحق تحدث صراحة أن الذين هاجموه في الحوطة كانوا قادمون من الجبهات التي تديرها الإمارات في المخا وفي تعز. اليوم هي تستخدم هذه الورقة لضرب كل الإنجازات التي قد تساعد الشرعية لتثبيتها على الأرض. ما تريد الإمارات لا تريد الشرعية،
الإمارات علينا أن نقرأ التاريخ واضحا، الإمارات تعمل في مسار آخر، الإمارات ضربت حكومات الربيع العربي في كل البلدان العربية، الإمارات تمثل عدو لحركة الشعوب، وبالتالي من غير الطبيعي من غير أن تكون متسقة أن تعمل لصالح الشرعية التي مثلها الرئيس عبد الرب منصور هادي والذي أسرته الثورة الشبابية اليمنية، وبالتالي هي لا تريد هذا الواقع، هي تفكر بواقع آخر. اليوم تسيطر على البوغانه على السواحل، هو احتلال واضح، إهانة، تتصرف بطريقة مهينة لليمنيين وللجنوبيين في ملك المحافظات، بالتالي لا ندري إلى متى هذا السكوت. السياسية الرئيس عبد الرب منصور هادي عليه أن يعلنها صراحة، يضع الشعب أمام الحقيقة حتى يخلي مسؤوليته القانونية أمام الناس. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور عبد الباقي، أردت أن تعقب على حديث الأستاذ عبد الرقيب. وأنا تحدث ما تصنعه الإمارات، هذا نوع أيضا من برضو ما زلنا نتحدث على حياة، ما تصنعه الإمارات بموافقة العربية السعودية، هي تشاهد ماذا يحدث. ألا تستطيع السعودية الضغط لعودة الرئيس وفتح المقرات للمحافظ؟ ألا تستطيع السعودية تشاهد ما بتفعل الإمارات من إعادة تشكيل الواقع اليمني وهندسته؟ ألا السعودية التي تتحدث عن مركز الأمير سلمان، ألا تستطيع أن توقف هذا الانتشار للكوليرا؟ ألا السعودية التي اتخذت إجراءات ما يعني ضد العمالة اليمنية في توقيت حرق بهدف، ما هو الهدف هذا التوقيت وضد العمالة اليمنية؟ المملكة العربية السعودية أنا حتى الآن أعتبرها موافقة على ماذا يحدث، وبالتالي علينا أن نتحدث بشكل واضح وصريح دون حياة. الوطن اليمني يتآكل، نحن نضحي من أجل استعادة الجمهورية ومن أجل استعادة السلطة الشرعية والوقوف ضد المشروع العائلي المخلوع صالح والمشروع السلالي الإيراني. المملكة العربية السعودية حليف معنا ليس من أجل سواد عيون اليمنيين، لحماية أمنها القومي هي مستهدفة، وبالتالي علينا التعامل كشركاء وفقا للدعوة التي قدمها رئيس الجمهورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي عندما نشاهد هذا الصمت من المملكة العربية السعودية على ما تفعله الإمارات في الداخل من محاولة التعامل باستعلاء على الشعب اليمني وعلى المسؤولين اليمنيين، محاولة وضع اليمنيين تتحكم في مطار صنعاء، في مطار عدن، تتحكم في الممرات الدولية، تتحكم في الدخول والخروج، تدعم طرد اليمنيين أبناء المناطق الشمالية من عدن، ما الذي تريده الإمارات؟ نحن الآن نقف بشكل واضح وصريح ونحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية، وعليها أن توضح موقفها، لأن نحن اليمنيين قادرين. إذا كان ذلك، أنا أخشى في المستقبل أن توجد جماعات يمنية تتعامل مع الإمارات العربية السعودية وتستطيع أن تموضع وتعبي الجماهير لتحرير اليمن من الاحتلال إحدى دول التحالف، وبالتالي نحن جينا لاستعادة سلطة شرعية، وإذا بنا سنواجه في المستقبل الإمارات كدولة احتلال. إذن اسمح لنا دكتور عبد الباقي أنت وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ومرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي، وأرحب بانضمام الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي معنا عبر سكايب من الرياض. مساء الخير أستاذ سليمان. أهلا، مساء النور لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك معنا أستاذ سليمان، ودعني أبدأ معك بسؤال عام، ما الذي تصنعه الإمارات في الجنوب؟ أنا أعتقد أن هناك نوع من التضخيم لدور الإمارات ولأهداف الإمارات، وفي شيطنة لدور الإمارات. باعتقادي أن الخلاف الإماراتي الإخواني ألقى بظلاله الضاغطة على الأزمة اليمنية، وهو في الواقع يعني أساء للتحالف العربي وأساء للثورة اليمنية ولعاصفة الحزم. أنا في تقديري الإمارات تقوم بدورها كما ينبغي، تدعم المجهود الحربي العسكري، تدعم الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وهي منذ سنوات وقبل عاصفة الحزم
أنشأت المؤسسات التعليمية والصحية ومؤسسات الاجتماعية، وخاصة في اليمن كله، خاصة في الجنوب. لذلك أنا أعتقد أن هناك مبالغة كبيرة في التخويف من دور الإمارات. وإذا كان هناك مشكلة، أنا في تقديري المشكلة يمنية وليس للإمارات دور فيها سوى أنها دعمت. طيب اسمح لي استاذ سليمان يعني ان اضع بعض النقاط التي طرحها ضيفي السابقين دكتور عبد الباقي وضيفي ايضا من عدن عبد الرقيب الهدياني عن نقاط اود ان تجيب عليها. هل هذا الدور هو مجرد ظلال يعني او شيطنه لدور الامارات؟ يعني تحدث الاستاذ عبد الرقيب عن 18 سجن تديره الامارات، فيه اكثر من 2000 معتقل، وهناك فيديوهات لبعض الاهالي الذين وقفوا يعني للمطالبه بالاطمئنان على أبنائهم، وشاهدنا بالفيديوهات أيضا كيف تم تفريقهم وضربهم أيضا. هناك أيضا يعني أجهزة أمنية لا علاقة لها بالسلطة الشرعية، لا ننسى ضرب المطار حين أراد الرئيس هادي تغيير مدير المطار. الدكتور عبد الباقي يضع أن هناك يعني خلق شبكات اجتماعية داعمة، ضرب جماعات بأخرى، تقويض للدولة اليمنية من خلال عدم وجود أو تمكين السلطة الشرعية، يعني المحافظة لم يستلم المحافظة حتى الآن، ومن يقفون ضد استلام المحافظ للمبنى يتبعون الإمارات بشكل واضح. لم يعد الأمر خفي أستاذ سليمان، وليست المسألة مجرد يعني تضخيم أو مسألة العلاقة بين الإمارات والإخوان، يعني المسألة واضحة وأبعد مما يعني تطرحها حضرتك. أولا الصراع في اليمن معقد جدا، وهو ليس فقط بين الشعب اليمني والحوثيين أو بين الحكومة الشرعية والحوثيين، هناك طرف ثالث وهو القاعدة أو الدولة الإسلامية الداعشية. ولذلك أنا لا أستغرب أنه يكون هناك سجون أو معتقلات، لأنه هناك إرهابيون موجودون في اليمن ينقضون على مؤسسات اليمن، على المؤسسات الحكومية وعلى الأهالي، ويفجرون ويغتالون. وأنا أعتقد أن السجون أمر طبيعي لكفي أذى المجرمين والإرهابيين. لكن من في هذه السجون أستاذ سليمان؟ مجرد ناشطين، مجرد صحفيين، مجرد من يختلفون معهم في الرأي؟ وشاهدنا يعني مقتل بعض الشباب الذين خالفوا يعني كانت لهم آراء مخالفة، وعن طريق أشخاص يعني يديرون معسكرات تنتمي للإمارات. يعني أستاذ سليمان أرجو ألا يعني تسطح المسألة بهذا الشكل، ليست المسألة يعني هناك وجود أعمال للإمارات تقوم بأسوأ ما تقوم بها القاعدة. اسمح لي فقط أن أترك مساحة لضيفي الدكتور عبد الباقي اللي يود أن يعقب عليك. طبعا نحن نتحدث أن وأقول بوضوح يعني تضخيم الدور الإمارات، نحن نتابع ومهتمين بالشام اليمني، وهناك أيضا الصمت السعودي أيضا على ما يحدث. أنا أيضا أوجه كمان هذه الملاحظة، نحن أمام الإمارات التي تعيد هندسة الواقع اليمني، نحن أمام أطماع الإمارات في ميناء عدن وفي الممرات الدولية والاستراتيجية، نحن أمام دولة تضعف السلطة الشرعية، نحن أمام دولة تقوم بعلاقات مع الأمريكان وبهدف يعني التحقيق مع الجماعات الإرهابية، ودون أن تسلم ذلك للسلطة الشرعية. الذي يريد أن يستعيد السلطة الشرعية والجغرافية عليه أن يدعم السلطة الشرعية، أن لا يشكل حزام أمني، أن لا يقوم بتأسيس قوات حضرمية، أن يدعم الجيش الوطني، أن لا يوقف المعارك عند خط 90، أن يدعم عودة ميناء عدن، أن لا يقوم بإيجاد دعم الحراك الجنوبي. نحن أمام مؤشرات واضحة. حتى الآن تحاولون السيطرة على الساحل الغربي بهدف خنق مدينة تعز. لماذا تعز محاصرة لمدة 3 سنوات؟ لماذا يقيم علاقات مع المخلوع صالح ونقله في الإمارات والأموال اليمنية المنهوبة في الإمارات؟ وبالتالي الحديث عن
تحالف، نحن في معركة مشتركة، ودول التحالف تتعامل معنا باستعلاء ودون تعامل ندية. نحن لا ندافع عن الشعب اليمني، السعودية تدافع عن أمنها القومي، والإمارات تحاول أن تقسم بلدنا وأن تستغل الثارات القديمة، والآن تحيي الضالعية، حاولت في مدينة عدن أن تجعلها طاردة لأبناء المناطق الشمالية، مدينة عدن طاردة للسلطة الشرعية، مدينة عدن الآن أصبحت عبارة عن كنتونات، وتحاول الآن الإمارات. نحن نتحدث عن دولة لم نعد نستطيع الاستحاء والمجاملة، وعلى المملكة العربية السعودية أن تكون واضحة في هذه، تشاهد ماذا يحدث، الحديث عن القاعدة، القاعدة الذي يقوم بسجن اليمنيين، السلطة الشرعية التي هي الطرف الشرعي الوحيد في التعامل. نعم أستاذ سليمان، استمعت لحديث الدكتور عبد الباقي، والكثير يتساءلون لماذا تسمح المملكة للإمارات بكل هذا الحضور الإماراتي على حساب الشرعية؟ يعني كثير من النقاط طرحها الدكتور عبد الباقي، أتمنى من حضرتك الرد. نعم، أولا بس اسمحي لي أعطيني وقت، لأن الأفكار كثيرة والملاحظات كثيرة. نعم، أعطيني وقت ولا تقاطعيني. تمام. الكلام هذا كله اللي قاله ضيفك الكريم، يعني أنا لا أؤكد ولا أنفيه، لكنه من الذي يقوم بالإدارة أو بهذه التصرفات؟ هم يمنيون ومحسوبون على الشرعية وعلى المقاومة الشرعية، محسوبون على الإمارات، محسوبون على الإمارات. لا لا لا، أستاذ سليمان ليسوا محسوبين على الشرعية. لا اسمحي لي، محسوبون على اليمن، هم يمنيون، هم يمنيون. وصدقيني أخت الكريمة، لو كان الجيش السعودي موجود في عدن لقيل عنه نفس الكلام. هذه مشكلة الجيوش لما تجي تساعد الشعوب، أو لما يكون في مساعدة خارجية، بعض الشعوب يكون عندها حساسية مفرطة من الآخر أو فيما يتعلق بالسيادة الوطنية. لا يغيب عنا أنه اليمن الآن وضعه معقد، وهو يعني في حالة اختلال في التوازن السياسي، ولا يغيب عن المراقبين أنه اليمن عنده عدة مشكلات، مشكلة الحوثيين وصالح، ومشكلة القاعدة وداعش، ومشكلة انفصال الجنوب والحراك الجنوبي، والمشاكل المناطقية والقبلية في أنحاء اليمن. اليمن بيئة للأزمات، ولذلك ينبغي على الأخوة اليمنيين أن لا يتوقعوا أن تنحل مشاكل اليمن في فترة سريعة جدا. مشاكل اليمن معقدة، تحتاج إلى لغة تفاهم مع التحالف العربي، مع السعودية ومع الإمارات. الإمارات تدفع دماء أبنائها وتضحي بهم، وتقدم المليارات من البنية للبنية التحتية وللمنشآت. لمن تقدمها أستاذ سليمان؟ لمن تقدم هذه المليارات؟ لم تستلم السلطة الشرعية ولا السلطة المحلية في عدن من الإمارات شيء، ما يقدم هو لأشخاص يتبعون الإمارات. يعني المسألة، أنا أستغرب عليك أستاذ سليمان ألا تكون يعني مطلع، أو أنك لا تريد أن تقول، أن تكون صادقا معنا. يعني الإمارات لم تظهر. اسمحي لي، تفضل. الفاعلين على الأرض الآن في اليمن عدة أطراف، فيه المقاومة الشعبية، وفيه الحكومة، وفيه الحراك، وكلهم مقاومون، كلهم مقاومون الحوثي ويقاومون الانقلاب، وكلهم لهم حقوق مثلكم أنتم ومثل غيركم. العكس، هم لهم حقوق أكثر، لأنهم يقدمون دماءهم فداء للقضية التي يناضلون من أجلها. فأنا يعني أستغرب من هذه الحملة، وأنا يعني أفهم، وإن كنت لا أتفهم دوافعها، أفهم أنه بسبب الخلاف السياسي بين الإمارات والإخوان المسلمين. لكن إذا كان هناك أخطاء لدى التحالف العربي، ولا أقول الإمارات فقط، فإن أخطاء تصحح. يعني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليست دول استعمارية، ولا يكن في يوم من الأيام قد أرسلت جيوشها للخارج. هي اضطرت وبدعوة من اليمنيين للمساعدة في تكوين جيش وطني ودعم الحكومة. أنا أتوقع
من اليمني صادق النية الذي يحسن النوايا في الآخرين إنه يتعاون مع التحالف مع السعودية ومع الإمارات، وإنه لا يكبر الأخطاء مهما كانت. الأخطاء موجودة في كل ميدان، في ميدان المقاومة والتحرير، وفي ميدان الحكومة لها أخطاء، المقاومة الشعبية لها أخطاء، القوى السياسية لها أخطاء. لم تجدوا في هذه المنظومة من الأخطاء والمنجزات أيضا إلا أخطاء الإمارات. لا يجوز هذا، وليس من الموضوعية وليس من الوفاء أن يقال أنه الإمارات هي سبب المشاكل في اليمن. سبب المشاكل في اليمن أختي الكريمة هم اليمنيون الذين لم يحافظوا على سمت دولتهم ولم يحافظوا على سيادتها على أرضها. فلذلك ما داموا فرطوا في الدولة اليمنية وسقطت وانهارت وتجزأت اليمن وتشظت، فعليهم أن يرصوا الصفوف ويوحدوا كلمتهم ويستفيدوا من الدعم الخليجي لهم بالطريقة الرشيدة. نعم، اسمح لي أن يعني أنقل هذه الفكرة للدكتور عبد الباقي. دكتور، يعني تساءل الأستاذ سليمان، من الذي يقوم بإدارة البلد غير اليمنيون؟ البلد وضعه معقد، بيئة للأزمات، اضطرت يعني الدول التحالف للمشاركة في استعادة السلطة، وهي ليست دول استعمارية. هو يعلم تماما أن الذي ساعد في دخول الحوثيين للعاصمة صنعاء، هناك موافقات إقليمية لدخول العاصمة صنعاء تحت مخطط. دعني أولا أوضح، ربما إذا كنت قد فهمت، أنا لست إخوانيا، أنا علمانيا متشدد وأقولها في أكثر من مقابلة، ولكن الأخوان مكون يمني من مكونات، وبالتالي الدليل على ذلك الذي عقد الواقع اليمني هم الإمارات، لأنهم الآن اتضح أنهم لم يأتوا لليمن للدفاع عن الشرعية والسلطة والأمن القومي الإقليمي، جاءوا بمشروعهم الخاص، الاستيلاء على ميناء عدن وتقويضه لصالح ميناء دبي، السيطرة على ممرات المائية، جاءوا بمشروعهم في إطار العلاقة مع الدول الكبرى لاستهداف فئة إسلامية ما. هذا مشروع إماراتي وليس يمني، الذي يعقد الواقع ويدعم الحوثيين ويقوم باتصالات، الذي يقوم بعلاقات مع المخلوع صالح ويقدم المعلومات اللوجستية للأمريكان بهدف مقاومة القاعدة، الذي أخذ الأراضي اليمنية وقام معسكرات في جزر يمنية دون العودة للسلطة الشرعية، الذي يتحدث دون حياء أن الرئيس القادم هو بحاحة وغيره، الذي يحاول أن يعيد رئيس الجمهورية من مطار عدن، الذي يفرض علينا متى الطائرة، يعني حتى الآن لا يوجد جيش حتى قوي يمني. بالتالي هذه الحديث عن أن الواقع معقد وأن نحن فرطنا بالسيادة، كانت هناك مؤامرة على اليمن، والإمارات الآن تقوم ب، وحتى الآن إيقاف المعارك في خط 90 هي تهدد باستقلال اليمن، وتعتقد أن اليمن الجنوبي هو كردستان وأنها قادرة على السيطرة، وأن المخلوع صالح قادر على السيطرة على الحوثيين بهدف الحفاظ على الأمن القومي الإقليمي. أنا أقول أن الواقع اليمني معقد، ولكن ليس معقد كما تقول، معقد من حيث أن الذاكرة الجماعية مملوءة بالثارات ومملوءة بالصراعات، وهناك هويات وطنية، هويات ما قبل وطنية وهويات ما بعد وطنية ربما تنفجر على الوضع. لذلك أعتقد أن مراقبة ما تقوم به الإمارات، نحن وقفنا في السابق لثلاث سنوات وكنا ندافع عن التحالف وكنا عندنا دينانيات صادقة وواقفين، لكن نحن الآن نشاهد الوطن اليمني يتآكل، هناك يعني ممارسات لإضعاف السلطة، هناك سيطرة على الساحل، حتى العلم اليمني أصبحت رؤساء يعني الرموز الإماراتية في الأراضي اليمنية، وهذا ليس حساسية، ولكن نحن إذا أردنا دعم السلطة الشرعية على المملكة العربية السعودية أن تعيد الرئيس والحكومة ليس كأشخاص. اسمح لي دكتور عبد الباقي، يعني استمعت أستاذ سليمان لحديث دكتور عبد الباقي، ودعني أضيف عليه تساؤل آخر، يعني لما لم تظهر الإمارات حسن نية للجنة العقوبات بإيضاح يعني سجلات المخلوع التي وأرصدته التي لديها؟ يعني لجنة العقوبات
تحدثت أن الإمارات حتى اللحظة لم تجب على طلب لجنة العقوبات بإيضاح أرصدة المخلوع ونجله لديها. أضف إلى ذلك الملاحظات التي طرحها الدكتور عبد الباقي أن الإمارات هي من عقدت الوسط في اليمن، ويعني أنت تتحدث عن سيادة منتهكة، ونحن نشاهد أن الصور يعني لا توجد حتى على مستوى الصور صورة للرئيس هادي. المسألة ليست حساسية مفرطة من القادم، اليمنيون يعني يرحبون بالتحالف، كانوا يرحبون بالتحالف لأنهم يشعرون أنهم يريد استعادة دولتهم، لكن الآن أصبح الأمر يعني يشعرهم بالشكوك، والإمارات تتوسع وتشكل حاليا قوات النخبة الشبوانية بعيدة عن الجيش الوطني. أنا مرتاح للغة الأخيرة من الأستاذ عبد الباقي أو الدكتور عبد الباقي ومنك، لأنه فيها موضوعية، والموضوعية تستجلب موضوعية من المحاور الآخر. أنا لا يعني لا أنزه أي متعاون مع الحكومة الشرعية أو الحكومة الشرعية أو التحالف العربي من الأخطاء، أنا لا أقول أنه لا يوجد أخطاء، لكن القوة الشبوانية أو الحضرمية النخبة الشبوانية أو النخبة الحضرمية أليسوا يمنيين؟ أليسوا مدربين؟ لكنهم لا يتبعون السلطة الشرعية أستاذ سليمان، لا يأتمرون بأمرها، لا يأتمرون بالسلطة المحلية، يعني ما الفائدة أنا أخذ شوية يمنيين وأقول هذول يمنيين وهم يتبعوني أنا؟ الكريمة ليست مشكلة إماراتية. الحين الرئيس لما عين محافظ عدن ونحى عيدروس الزبيدي، التحالف العربي رفض، الإمارات ولا السعودية رفضوا قراره، ما أحد رفض، جاء المحافظ المفلحي ونزل في عدن ومسك السلطة. على كل حال لو تحدثنا بهذا المنطق أستاذ سليمان سأقول لك ما الحوثي يمني وعلي عبد الله صالح يمني، ولكن لا ينطوون تحت إطار الشرعية أستاذ، يعني إذا لم يكن دور التحالف تصحيح مثل هذه الأخطاء فما دوره؟ يعني نحن نستنكر صمت السعودية تجاه كل ما يحدث. يا أختي الكريمة، أنا لا أقول إنه لا يوجد أخطاء، ولكن أخطاء بحسن نية، والأخطاء أنا أعتقد إنها أيضا موجودة لدى الحكومة الشرعية. الحكومة بإمكانها أن تقوي أمنها الداخلي وتدرب الشرطة، والرئيس كل قراراته نفذت، كل محافظ حضرموت الجديد موجود في حضرموت ويمارس السلطة، أحد قال له لا؟ ما يجوز تكبير تفتيت هذا النشأ، هذه البذرة الأمنية، المنظومة الأمنية الناشئة. بعدين ممكن إذا في مشاكل في ولاء هذه المنظومة الأمنية للسلطة تحل بالحكمة، بالمناورة السياسية، بالحوار السياسي، ليس في منابر الإعلام. هذا تراشق لا يجوز. وأنا أتمنى إنه الأخوة اليمنيين وخاصة في الشمال الذي يطغى عليه الفاعل المؤتمري والفاعل الأخواني، وكلاهما الآن يعني يبدو لي إنهم في نزاع مع التحالف العربي، أنهم يعالجون المشاكل بالحكمة وبالحوار وبالتواضع، أما رمي التهم والتجاذب السياسي مع الإمارات ولا مع السعودية لا يجوز ولن يؤدي إلى نتيجة. أنا أنظر برنامجكم هذا أنه برنامج معالجة وليس تحريض، ونحن لا نحرض، نحن نود أن نعالج المسألة دكتور، يعني مسألة أخطاء الحكومة نحن أكثر من يتتبعها وأكثر من يناقشها، وأود أن أطمئنك نحن لا نتبع لا المؤتمر ولا الإخوان، نحن ننتمي لليمن فقط. دعني أشكرك أستاذ سليمان العقيلي، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. كلمة أخيرة لك دكتور عبد الباقي، كيف تعلق؟ يعني يقول أن هناك أخطاء لا أحد ينكرها، ولكن يجب أن لا تكون تجاذبات إعلامية حولها، هذه مسألة سياسية يجب أن تحل سياسيا. هذه ليست أخطاء، هذه عمليات قصدية ومنهجية ما يحدث في الداخل،
وعلينا نحن النخب. ماذا عن نقطة أن الحكومة هي التي يجب أن تقوي نفسها؟ يعني والله الحكومة هي التي يعني لم يرفضوا أي قرار لهذه، لم يتم يعني أنا الآن أقوم بتقويض السلطة الشرعية، وعندما أتحدث عن يمنيين ونخبة والنخبة الحضرمية، أنت الآن تضعف الجيش الوطني وتؤسس جماعات موالية للإمارات، والرئيس لا يستطيع البقاء في المعاشيق لأنه هناك حوله قوات أمنية تتبعه، قائد اللواء الحرس الرئاسي تعرض للاعتداء وتعرض لمنعه من نزول عدن وهو حرس رئاسي، خلقوا قيادات، نائب رئيس القائد الأمن في مطار عدن تم عزله ولم يعزل. ما هذه التصرف؟ نحن أمام عمليات قصدية ومنهجية، ونحن سنقف بالمرصد ونطالب السلطة الشرعية أن تتخذ مواقف. وعلى المملكة العربية السعودية نحن الآن نقول ما تفعله الإمارات، ما تفعله الإمارات والمملكة العربية السعودية عليها أن تضع عليها، وإذا أرادوا ذلك عليها أن تعطي كثير من المؤشرات حتى ننتظر ماذا حتى يتأكل الوطن اليمني. نعم، ننتظر وأنا مع دول التحالف، نحن وقفنا معا للدفاع عن أمنهم القومي، ليس فقط وقفوا معنا من أجل سواد عيوننا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.